بالنسبة للبوشكرافت الخوش، الأغلبية ديال المستعمرين كنهضر على المغاربة اللي كنعرفهم هنايا، كيخدمو بالشجر يابس بحال هكا ولا طايح، حيت راه ممنوع منع كليا تقطع شي شجرة وهي حية على الخضر، ممنوع ممنوع نهائيا. ولكن اليابس غتلقاه طايح فين ما درت في الغابة، غتلقى الشجر طايح في كل بلاصة. ابار داكشي اللي كيبان لكم في اليوتيوب، اليوتيوب راه هادوك كيما نقولوا مناطق اللي شاريهم الناس، فكيدير البوشكرافت دياله، كتشوفو كيقطع الخضر وكيدير داكشي اللي بغا، حقاش كيما نقولوا الارض ديالو شاريها ودير اللي عجبه. ولا ليجيسلاسيون اللي عندهم هما راه قصح من اللي عندنا حنايا، الحمد لله. زعما مياه الغابات ولا كي سميتو القوات المساعده اللي كتكون في الغابه كيتعاملوا مزيان مع الناس، ما كيحرموكش من تشال النار، ما كيحرموكش من انك تهز الحطب ولا تدخل الغابه وتخيم فيها. راه بزاف ديال البلايص في اوروبا راك ما تقدرش تدخل تخيم في شي بلاصه كون ما يكونش عندك تصريح مالك ديال ديك المنطقه. هذا هو لافونتاج اللي عندنا، اننا كنشعلو النار كدير اللي بغيت، ما كاينش اللي يهضر معاك، في حدود انك تحافظ على الطبيعه، ما توسخاش، ما تجيش تخيم وتخلي الزبل موراك، بلاستيك كل شيء راه كيقدر يموت، بلاستيك تقدر تحرقه، الحديد تقدر تهرسو بشي حجره تجمعو وديرو في شي خنشه تردو معاك، الزاج كذلك، الخضره اللي كتخي تاكل بالمية يرميها الحيوانات ياكلوها، شلا ما كاين ما يدار في الغابة. الروسيكلاج راه مزيان، النار ديما بلا نحوت عليها، ديما النار يدير لها حجرات ديالها، حفر لها شوية ما أمكن، ويدير واحد القلة تاع الما ديما حداه ريزيرف باش يقدر يطفيها وقت ما بغا، ما يكونش عندو المشكل باش يطفي النار. هذا هو الاهم، هو ان الواحد ما يخليش الوسخ مورا، يخلي الغابه كما جا لقاها يخليها، حيت كاين بزاف ديال الناس كتجي تمتع بها.